معانا مين؟ ام انس، اتفضلي يا ام انس. السلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا ام انس، حضرتك اتفضلي. وربنا يجزيك خير على المعلومات، والله يا ربنا رب يخليك يكرمك يا ام يا انس، رب. ربنا يعزك ويكرمك، اهلا بك، اتفضلي. الله يكرمك يا رب دكتور. معلش يا دكتور، بعد اذن حضرتك، انا عندي انس عمره 3 سنين ونص، تمام، او 5 شهور بالظبط، 3 سنين و5 شهور. دلوقتي انا بدربه على التويلت يا دكتور وكده، هو الميه تمام والدنيا مشيت تمام، لكن البراز يا دكتور ممكن يحبسها وما يعملهاش الا اذا لبس البامبر. تمام. يعني ممكن مره، في مره حبسها 3 ايام درجه الميه اتكعبت وغازات وكده، فطبعا انا قلقت عليه فاضطريت ان انا البسه البامبر. تمام. فمعلش يا دكتور، عايزه حل تاني بعد اذنك. طيب حاضر يا مهندس، شكرا شكرا لاتصالك يا مهندس. تواليت تريننج، ازاي اني اقعد العيل يقعد على ايه، يعمل تواليت في المكان المخصص لهذا، في اللبناني يسميها النونيه، واحنا في اهلنا يقول لك القصريه. ازاي تعملي الايه النونيه تريننج، ازاي العيل مش ايه الطفل، دي من اصعب المهارات اللي ممكن تنقليها الطفل. اولا تنقي جو مناسب. يعني ايه جو مناسب؟ ما تجيش في الشتاء تعملي تدريب على العيل ازاي يعمل البراز. احنا في الشتاء في الجو البرد قوي بنكسل نخش الحمام من كتر البرد، فما نجيش ندرب عيل في عز البرد ان احنا ايه يعمل ايه على التواليت لوحده، ما ينفعش. يبقى الجو دافي، الجو اللي من دول كويس، اي نعم امبارح الدنيا مطرت ورعد وبرك، لكن ده مش العادي، فالجو دلوقتي مناسب. العيل لازم يتعود يقعد في اوقات منتظمه على الايه عشان يعمل تواليت، ما يبقاش ايه، ما يبقاش بالايه، اهم حاجه انه يقعد مش يعمل، اهم حاجه انه ايه انه يقعد، تقعديه بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء، وعلى قصريه مريحه. يعني ايه مريحه؟ ما يكونش مقلقله كده هو، او ما يكونش على قاعده حمام عاليه والعيل مش حاسس بالامان. لازم على حاجه يكون حاسس ان هو قاعد مرتاح في امان، وتبقى تجربه جميله وحلوه وشيك. يعني ازاي التجربه جميله وشيك؟ يعني تشغلي له موسيقى وتجيبي له مجلات جميله بيحبها كده، تقعدي تقراها له، بحيث ان انت تعملي له ديستراكشن او تشغلي باله بعيدا ان هو المفروض يعمل براس. يبقى اخر حاجه انت محتاجاه منه ان يعمل براس في التواليت، انت محتاجه تقعديه فقط في اوقات منتظمه. هيقابلك صعوبات اللي انت بتشوفيها، تبص تلاقي العيل ما قعداه 10 دقايق ولا ربع ساعه ولا نص ساعه، يا حبيبي اعمل يا حبيبي اعمل وما يعملش، وفجاه لما تلبسيه الحفاضه يعمل في الحفاضه، تشد شعرك بقى وتتجنني، ما انا كنت قاعده معاك دلوقتي ما عملتش هنا ليه؟ ده يجيب نتيجه عكسيه معاكي. يبقى الفكره انه يقعد مش انه يعمل، وبالوقت واحده واحده، يبقى مكان مريح ما يكونش الدنيا برد، تشغلي له موسيقى هاديه جو رومانسي جميل، تقري له قصص ومجلات وحكايات، وبلاش تتجهمي في وشه، خليكي مبتسمه، لانك بتنقلي له مهاره صعبه محتاجه وقت وصبر ومجهود. اي حاجه صعبه يا جماعه محتاجه وقت وصبر ومجهود. عايز تتعلم حاجه، مفيش حاجه بتتعلم كده وانت ماشي، لازم تبذل الدم والعرق والمجهود، لان هو ده عشان تنقلي له الخبره او تنقلي له المهاره دي. خدي وقتك، بلاش تيأسي، هتوصلي، وجو الوقت مناسب، جو مش برد ولا حاجه، هتوصلي، بس تعملي الحاجات البسيطه اللي انا بقول لك عليها دي عشان توصلي في النهايه. لا تيأسي، استمري.